بسوي مكان مكان الأمن بيتنا عشان دائما بس بخاف بروح عليه وبتغطى تحت الحرام. يعني مرات تكون سيئة ومرات تكون منيحة. أنا اسمي مصطفى وساكن في أول عناتة وعمري 11 سنة في الصف الخامس ودائما بس يجوا المدهرين. ديك المرة هاي قنبلت الصوت هاي بيضربوها لما بخشوا علينا بنخاف عشان صوتها قوي كتير بنخاف لما بخشوا علينا بيضربوها المدهرين. شوي جاي في مناطق عناتة اضطرينا ننقل 3 مرات وصلنا للموقع اللي احنا فيه حاليا. اخر شيء ما ضلش محلات نروح عليها عشان هذا اضطرينا نوقف محامية بناء جديد ممنوع نبني. يعني اذا بتجوز عندنا واحد نبني له خشبية ممنوع معانا امور احترازية مضايقات كثير من قبل الاحتلال. الجدار ورانا بالضبط الشارع الرئيسي قدامنا ومنه تحت ممنوع وهذه حياتنا كل يوم هيث. بدنا ننزل على الريح عشان أمي وعماتي وكلهم تحت وعشان اليوم عطلة. أنا بحب عشان أمي هان كمان بحب أحلى من الخان الأحمر أحلى من عناتة كثير. شو مناطق حلوة في عناتة.